موجود الآن وكرة للأمام وعندنا محاولة تسديد ولا زالت خطرة وفرصة في خطرة في الشوط الثاني مع الفرصة الأولى الخطيرة، الأولى ما ضبطت، الثانية تضبط، الثانية تضبط، اليسار القوية تضبط، وبالتالي أنطونيو ريس يسجل أولا وينهي معاناة الفريقين مع التعادل السلبي حتى الدقيقة 62. دخية يحتفل، جماهير أتلتيكو مدريد تحتفل لأن أتلتيكو مدريد الريس في الشوط الثاني من المباراة بعد أن أنجزت المهمة حتى الآن بنجاح وسيماو سابروزا وكرة كرة وهدف البطولة المباراة الأول، رجل المباراة الأول بلا منازع كون أغويرو. الكرة كانت سهلة لكن حلوة في الأساس، في البداية، في اللعبة الأولى فيها المرور لسيماو سابروزا، العرضية مثالية، التغطية الدفاعية ما كانت موجودة على غير العادة في الإنتر، وبالتالي يتقدم أغويرو ويسجل هدفا ثانيا. وأعتقد أن الأمور أصبحت الآن واضحة بأن أتلتيكو مدريد عن طريق كون أغويرو. المتابعين، الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة، لكن سيدعمنا كثيرا، لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا.